بصبح على حضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وخلينا النهاردة نبدأ أول فقراتنا وهي فقرتنا الإخبارية، والبداية مع نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس واجتماعه مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء عصام جلال مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية، وده كان بحضور عديد من السادة المسؤولين المعنيين. وجه الرئيس خلال الاجتماع بالبدء الفوري في إنشاء محطة معالجة الصرف الزراعي بمنطقة الحمام بالساحل الشمالي، ده كان خلال هذا الاجتماع. كمان في اجتماع اخر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالامس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي. كمان ايضا كان في اجتماع اخر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني، واللواء اركان حرب ايهاب الفار رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئه الهندسيه. خلينا نروح نشوف تفاصيل اكتر لهذه الاجتماعات مشاهدينا ونرجع نكمل اخبارنا، خليكم معانا. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن إنتاج جهاز يحدد مدى احتياج الأرض للري من عدمه، وأيضا تم الإعلان عن تطوير جهاز يبعث برسالة عبر الموبايل للفلاح عن حالة المياه بالتربة. تفاصيل أكتر عن تطبيقات الري الذكي ودوره في تنظيم عملية الري، احنا معانا عبر الهاتف باشمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري. صباح الخير يا باشمهندس. صباح النور يا فندم. أهلا بحضرتك معانا. يعني بداية خلينا ناخد من حضرتك فكرة عن هذه الأجهزة، وهل هي في مراحل التجارب أم تم تفعيلها بالفعل؟ حضرتك هذه الأجهزة تعتبر أحد تقنيات الري الذكي اللي وزارة الري بتحاول الآن تعملها بين المزارعين، وبيحاول ننشر هذا الفكر بين المزارعين في إطار التحديات المائية اللي احنا بنواجهها حاليا. طبعا احنا عارفين ان مصر بتواجه شح مائي كبير نتيجة للزيادة السكانية اللي بتلتهم مواردنا المائية والغذائية. الأمر اللي بيستلزم ان احنا نتعامل بدرجة كبيرة من الرشد والحكمة مع مواردنا المائية. طبعا احنا بنناشد المزارعين باستمرار انهم يتحولوا الى استخدام انظمة الري الحديث، لانها لها دور كبير جدا في ترشيد المياه. استخدام تطبيقات الري الذكي الى جانب الري الحديث امر شديد الاهميه، وده اللي دفع الوزاره بالفعل من خلال مهندسيها لانتاج جهاز جديد يقوم بقياس درجه رطوبه التربه. الجهاز ده في البدايه هو عباره عن جهاز يدوي بيتم وضعه في التربه، بيحدد درجه رطوبتها، وبالتالي بيدي مؤشر للفلاح هل التربه جافه ام مشبعه بالمياه ام رطبه. وبالتالي بيقدر ياخد قرار هل الارض في احتياج ان هو للري ام ايقاف عمليه الري. طبعا العمليه دي مهمه جدا لانه الرطوبه درجه الرطوبه شيء مهم، لانه زياده الرطوبه او نقصها بيتسبب في اجهاد النبات. ولكن اذا كانت الرطوبه مثاليه فدوت بيحقق اعلى انتاجيه للنبات. الاعتماد فقط على خبره الفلاح لتحديد امتى يبتدي عمليه الري او يوقفها يعني هو شيء كويس، ولكن قد يكون غير دقيق، فبالتالي ممكن الميه تبقى اكثر او اقل شويه فيحصل اجهاد للنبات. صحيح. ولكن هذا الجهاز يقدر يدي مؤشر واضح للمزارع. احنا بالفعل جربناها في اكثر من منطقه رياديه واثبتت نجاحها، وبدا بالفعل تصنيع بعض الكميات من هذا الجهاز بالتعاون مع وزاره الانتاج الحربي، تمهيدا ان احنا ان شاء الله نبتدي نبيعه على نطاق واسع لمن يرغب من المزارعين. تمام. تم ايضا تطوير هذا الجهاز باضافه عمليه تطوير لهذا الجهاز بانه يقدر يرتبط بالموبايل الخاص بالفلاح، بحيث انه بمجرد ما الرطوبه تصل الى الحد المطلوب المزارع هتوصل له رساله على جهاز الموبايل بتاعه بتقول له انه عمليه الري اكتملت، فبيقدر ان هو يوقف شبكه الري الحديث ايضا من خلال الموبايل بتاعه. ولكن دي عمليه جاري تطويرها حاليا ان شاء الله. طب مدى استجابه الفلاح في هذه او عمليه التنظيم لعمليه الري؟ بص حضرتك، هو عموما في
توجه عام لدى العديد من المزارعين الآن تجاه أنظمة الري الحديث وأنظمة الري الذكي، لأن هم أدركوا بالفعل من خلال تجارب عملية حصلت في مناطق متعددة ومحافظات مختلفة. تمام. أدركوا إزاي إن أنظمة الري الحديث بتعمل بالفعل زيادة في الانتاجية المحصولية، بتقلل التكلفة المبدئية اللي المزارع بيدفعها في بداية الزرعة سواء في العمالة أو الأسمدة أو في الطاقة، وبالفعل حصل تقديم طلبات كتيرة جدا للحصول على قروض من البنك الزراعي وغيرها من البنوك الوطنية لتنفيذ أنظمة ري حديث في العديد من الأراضي الزراعية، وده احنا دايما بنعلن عنه عشان نشجع المزيد من المزارعين للاستمرار في هذا التوجه. طيب، أهمية التحول من نظام الري التقليدي بالغمر لنظام الري الحديث، الخطوات التنفيذية يا باشمهندس لإتمام عملية هذا التحول؟ الدولة طبعا قدمت حوافز خلال الفترة الأخيرة من خلال قروض أي مزارع يقدر يحصل عليها. هي قروض ميسرة وبسيطة بيحصل عليها من بنك الزراعي أو من بعض البنوك الوطنية، وبيقدر يتعاقد مع أحد الشركات اللي بتنفذ له شبكة الري في أرضه. وعموما هذا القرض هو قرض بسيط جدا، وفي المقابل في إنتاجية، في زيادة محصولية في الإنتاج بتاعه بتصل إلى 30 أو 40% أكتر من حالة الري بالغمر، وبالتالي هو الربحية بتاعته بتزيد. صحيح. في نفس الوقت في بداية الزرعة مثلا هيستخدم 40% فقط من الأسمدة اللي كان بيستخدمها قبل كده، فهيقلل الفلوس اللي بيدفعها للأسمدة، استخدامه للطاقة وللعمالة بيقل، كل دي فلوس مكسب للفلاح. نعم. فأيا كان قيمة القرض وهو أصلا مش كبير، الأرباح اللي بياخدها في كل زرعة سواء في نهاية الزرعة أو بدايتها بتعوضه عن أي قرض هو ممكن ياخده، وبيستفيد جدا المزارع من هذا الأمر، وفي مزارعين كتير بالفعل تحولوا ونتيجة للمكاسب بتاعتهم شجعوا مزارعين غيرهم محيطين بيهم لما شافوا هذه النتائج ان هم كمان يتحولوا للري الحديث. حلو جدا. طيب، انتشرت بعض الشائعات يا باشمهندس، وحضرتك يعني تحسم لنا هذا الامر سواء بالنفي او يعني بتأكيد هذا الخبر، ان البعض بيقول ستحمل الدولة المزارعين تكلفة عملية تبطين الترع. لا، هذا الموضوع غير دقيق اطلاقا. دي من ضمن الشائعات المغرضة للأسف، كل شوية تطلع علينا شائعة غريبة كده ما نعرفش مصدرها ايه. هذا المشروع القومي هو بالكامل من ميزانية الدولة، احنا بنتكلم المرحلة الحالية حوالي 18 مليار. الدولة تتكفل بالكامل بدفع مصاريف او تكاليف هذا المشروع بالكامل، ولن يتم تحميل اي مواطن اي تكلفة على الاطلاق. طيب، هايل. طيب، رأي حضرتك يا باشمهندس على ما يتردد من انه سيتم فرض رسوم لمن يستفيد من الآبار التكميلية بالوادي والدلتا؟ لا، ده برضو كان من ضمن الشائعات المغرضة اللي انتشرت. هذه الآبار هي آبار تكميلية موجودة في بعض نهايات الترع لاستكمال عملية الري في بعض فترات العام. الآبار دي سنويا بيتدفع عليها رسوم للترخيص، رسوم رمزية لتجديد الترخيص، ولكن الشائعة اللي طلعت ان احنا هنركب عداد على البئر علشان نحاسب المواطن على كمية المية اللي بياخدها. طبعا هذا الكلام كاذب تماما، لان احنا ضد مبدأ تسعير المياه تماما. ده مبدأ مرفوض تماما في سياسة الدولة المصرية وفي سياسة وزارتنا. احنا مش بنبيع المية للمزارعين، اللي بيدفع بس هي رسوم ترخيص البئر، ودي رسوم رمزية يعني بسعر رمزي خالص تماما، ودي حاجة سنوية زي أي رسوم ترخيص. صحيح. أي مواطن بيدفعها في أي مكان، ولكن كمية الشائعة انتشرت إن احنا هنبيع المية بتاعة هذا البئر. هذا كلام مغرض وغير حقيقي بالمرة. المزارع بيدفع بالمية تماما ومجانا وبدون أي فلوس زي ما كان بيحصل قبل كده. بشكر حضرتك على كل هذه التوضيحات، بشكرك جدا باشمهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المداخلة. احنا معانا تقرير خاص بقوات حرس الحدود تكثف جهودها خلال الشهر الماضي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، ونتج عن جهودها ضبط 144 قطعة سلاح مختلفة الأنواع واكتشاف وتدمير 4 فتحة بنفق بشمال سيناء.
سيناء و 1558 كيلو جرام من النباتات المخدرة، وضبط 140 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، وضبط 535 ألف قرص مخدر، وأيضا القبض على 170 فرد من المهربين والخارجين عن القانون، وإحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود لعدد 3740 فرد. خلينا نروح نشوف تفاصيل أكتر لهذا التقرير ونرجع نكمل أخبارنا مع حضرتك. استمرارا لجهود قوات حرس الحدود في التصدي للمهربين والعناصر الإجرامية وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى تهديد استقرار المجتمع والإضرار بالأمن القومي المصري، تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط 3 بنادق قناصة و3 رشاشات و11 بندقية آلية و12 بندقية خرطوش و25 مسدس صوت و90 بندقية ضغط هواء، فضلا عن 2500 طلقة مختلفة الأعيرة و15 هاتفا للاتصال عبر الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 4 فتحات نفق بشمال سيناء. ونجحت عناصر قوات حرس الحدود على أنفاق قناة السويس أثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات. في ضبط 963 كيلوغراما لجوهر الحشيش و548 كيلوغراما لنبات البنجو و47 كيلوغراما للأفيون، فضلا عن ضبط مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية والأجنبية. كما تم ضبط 140 عربة تستخدم في أعمال التسلل والتهريب، فضلا عن ضبط كميات كبيرة من البضائع المهربة والغير خالصة الرسوم الجمركية، وضبط 535 ألف قرص مخدر و7 كيلوغرامات من الذهب المهرب، بالإضافة إلى ضبط 15 جهازا للكشف والتنقيب عن المعادن و122 طن من الحجارة المخلوطة بالذهب. وفي سياق متصل، قامت قوات حرس الحدود بالقبض على 170 فردا من المهربين والخارجين عن القانون، كما تمكنت من إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود ل3740 فردا من جنسيات مختلفة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. يأتي ذلك استمرارا للجهود المكثفة وكافة الإجراءات التي تنفذها قوات حرس الحدود ليلا ونهارا في تأمين حدود مصر، بالتزامن مع تكثيف إجراءات الإحكام والسيطرة على كافة المنافذ والمعابر الحدودية للدولة. برحب بحضراتكم مرة تانية. من جهود حرس الحدود نروح لجهود وزارة الداخلية لضبط جرائم غسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي. هروح نشوف تفاصيل أكتر لهذا التقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم. في
إطار تصدي أجهزة وزارة الداخلية لجرائم غسل الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية والإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 تشكيلات عصابية بالمنوفية والشرقية وجنوب سيناء لقيام عناصر تلك التشكيلات بغسل 50 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وشراء عقارات وسيارات وأراضي وتأسيس أنشطة تجارية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بصبغة شرعية وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة خلافا للحقيقة. وفي مجال مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، فقد نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابي بالمنيا لقيام عناصره بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، حيث بلغ حجم تعاملاتهم طبقا للفحص المستندي 23 مليون جنيه. ويقوم عناصر التشكيل بشراء العملات الأجنبية من المواطنين بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، بالإضافة إلى توفير العملات الأجنبية للتجار والمستوردين على أن يقوموا بإيداع ما يقابلها بالجنيه المصري بحسابهم بأحد البنوك، مع الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. الإدارة تمكنت من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعملاء البنوك واستخدامها في إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكتروني عن طريق اختراق بيانات تلك البطاقات مستخدما برامج كمبيوتر، وتم ضبط جهاز الكمبيوتر الخاص به وما يحتويه من بيانات وبرامج تدل على نشاطه الإجرامي. وفي مجال التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد تمكنت الإدارة من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية ادعى أنه موظف بمصلحة الشهر العقاري ومقدرته على إنهاء مصالح المترددين على مكاتب الشهر العقاري والاستيلاء منهم على مبالغ مالية. كما نجحت في ضبط سيدة تمارس ذات النشاط الإجرامي بالإسكندرية من خلال تواجدها أمام مكاتب الشهر العقاري، وادعت أن لها علاقات قوية بموظفي الشهر العقاري خلافا للحقيقة، بما يمكنها من إنهاء الإجراءات الخاصة بالمواطنين المترددين على تلك المكاتب وتقوم بإعطائهم محررات مزورة والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل ذلك. برحب بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا. في ظل أزمة فيروس كورونا اللي بنعاني منها والعالم كله بيعاني منها، كتير مننا بيفكر إزاي يقدر يقوي جهاز المناعة، لأن جهاز المناعة هو اللي بيحمي الجسم من العدوى، وكمان بيكون الشخص اللي بيعاني من ضعف في الجهاز المناعي أكتر عرضة للإصابة بعدوى متكررة. التفاصيل أكتر إحنا معانا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور الدسوقي فودة، مدير مركز المناعة وأمراض الحساسية كلية الطب جامعة الأزهر. صباح الخير يا دكتور. أهلا بحضرتك يا دكتور معانا. بداية خليني أسأل حضرتك يا دكتور عن العوامل اللي بتؤدي لضعف جهاز المناعة وتجعله عرضة أكتر للإصابة بالأمراض. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع ده الحقيقة مهم قوي، لأنه شاع في الفترة الأخيرة التحدث عن رفع كفاءة جهاز المناعة وبعض الأكلات والسوشيال ميديا وبعض الناس شفت البروتوكولات، والحقيقة دي أضرت كثيرا لأنها صدرة من معظم الناس بغير تخصص، وفي نفس الوقت المرجعية والمهنية بتاعتها غير دقيقة. الأول بس عايزين نقول للناس إن كلمة المناعة تعني الوقاية وتعني الحماية وتعني الدفاع، بمعنى ان جهاز المناعة في الجسم ربنا خلقه علشان يحمي الجسم ضد الميكروبات بجميع انواعها، سواء بكتيريا او فيروسات او فطريات او طفيليات. جهاز المناعة كمان بيحارب السرطانات لانه بيتعرف على الخلايا الغير طبيعية في الجسم ويتعامل معاها ويحطمها. فإذا جهاز المناعة مسؤول عن حماية الجسم ضد العدوى بالميكروبات اللي ذكرناها، وكمان أيضا بيقاوم السرطانات في بدايتها
ويقدر يتغلب على الخلايا الغير طبيعية اللي بتتكاثر بكثرة غير محسوبة اللي بتسميها في الآخر سرطانية. طيب جهاز المناعة ده ربنا خلقه متكافئ. يعني ايه متكافئ؟ هو مكون اولا هو مش حاجة واحدة، ده مجموعة حاجات على بعضها كده تكون جهاز. خلايا ومواد كيميائية وبروتينات وأجسام مضادة وأعضاء مختلفة. وكل عضو في الجسم له جهاز المناعة الخاص به أيضا. زي مثلا كده الجيش يحمل بلد من بره، نقاط معينة ارتكاز معينة داخل كل منطقة لحماية هذه المنطقة. فجهاز المناعة بهذا التماسك يبقى له محيط وجهاز شامل له وظيفة عامة، ومناطق في كل عضو، الكبد له جهاز مناعته، القلب له جهاز مناعة، الرئة لها جهاز مناعة، وهكذا. وكلهم بيتكاملوا مع بعض وبيشتغلوا وبيعملوا بتنسيق وتكافؤ وتكامل عشان تؤدي وظيفة نهائية هي حماية الجسم ضد هذه الميكروبات وضد هذه السرطانات. ده نقطة الأساسية الأول. طيب جهاز المناعة له كفتين، كفة منشطة وكفة مثبطة، زي العربية كده لها أكسلراتير عشان البنزين. عايز أجري، عايز أمشي بسرعة، أضغط على البنزين. عايز أوقف السكة مش مظبوطة، بضغط على الفرامل. صحيح. جهاز المناعة عنده الحتة دي، له الميزان، له كفتين، كفة منشطة عند الاحتياج وكفة مثبطة عندما تؤدى الوظيفة حتى لا يتحول إلى ذلك الشيء وعلى حده انقلب إلى ضده. صحيح. ده نقطة مهمة لازم الناس تعرفها. النقطة الثانية إنه جهاز المناعة ربنا خلقه متعادل، يعمل الوظيفة دي اللي احنا قلنا عليها دي عند الاحتياج ويوقف النشاط عندما يتحقق الهدف. فأي أي زيادة في أي اتجاه غير منضبطة تؤدي إلى أمراض. حتى في أمراض نتيجة زيادة نشاط جهاز المناعة، فتجيه نشاط زيادة مرضية في أجسام مضادة مرضية. زي إيه يا دكتور؟ يعني ممكن إيه الأمراض اللي تجي للشخص نتيجة زيادة المناعة عنده؟ زيادة نشاط جهاز المناعة المرضي زي أمراض الذئبة الحمراء والروماتويد والتهاب الجلد وتحجره والتهاب الأوعية الدموية والجلطات في صغار السن. أمراض كثيرة جدا اسمها أمراض المناعة الذاتية. يعني إيه الذاتية؟ يعني التي يهاجم فيها جهاز المناعة الجسم بدلا من حمايته، يختلط عليه الأمر، لأن جهاز المناعة ربنا اداله قدرة على التفريق. جهاز المناعة المكتسب اداله ربنا قدرة على التفريق بين المادة الغريبة ومكونات الجسم. تمام. فيتعرف على مكونات الجسم فيحافظ عليها، ويتعرف على المادة الغريبة فيقاومها ويحطمها. دي خاصية ربنا أوجعها في جهاز المناعة المكتسب اللي هو الخلايا الليمفاوية البائية والسائية. طيب. إنما في خلايا في مناعة فطرية. يعني إيه مناعة فطرية؟ يعني غير متخصصة، يعني تتعامل مع المواد المختلفة بصفة غير تخصصية. يعني مثلا الجلد يعتبر نوع من الحمايه وبيطلع العرق والبيتش بتاعه او الوسط بتاعه بيقتل بعض الميكروبات، اللعاب بيقتل بعض الميكروبات، عصير عصاره المعده بتقتل بعض الميكروبات، وهكذا. كل افرازات او سوائل يفرزها الجسم لها وظيفه دفاعيه ايضا. دي اسمها مناعه فطريه غير متخصصه. يعني اي حاجه البخار او اللي بيطلع في الجهاز التنفسي ده ربنا خلقه عشان يكعبل الميكروبات ويلتف ويدفنها ويخرج بالكحه ويطردها بره. صحيح. اذا دي كلها وسائل، احنا بس بنضرب امثله. كمان في خلايا كرات الدم البيضاء دي غير متخصصه بس تقاوم الميكروبات وتلتهبها وتحطمها. دي نقط لازم نعرفها. فجهاز المناعه مكون من مكونات كتير. ده يؤدينا الى ايه بقى؟ اولا هل هناك ما يسمى بنقص المناعه؟ نعم. هناك امراض نقص المناعه والتي قد تكون متوارثه
يعني جايه من احد الابوين او تكون مكتسبه فيما بعد. الخلق ده يبدا اما ان عقب الولاده الطفل ده يظهر عليه الاعراض والمشاكل بعد الولاده، او قد تمر فتره سنوات دون ان يكتشف او يلاحظ عليه، ولكن تلاقي ايه كده الواد ده ما بينموش المعدل الطبيعي. الواد ده من آن لاخر لو جاله شويه على طول بيالة برد كده تطول معاه دونا عن الناس. يعني الكحه دي تقعد معاه شهرين وثلاثه، الناس تقعد معاه اسبوع واسبوعين. اذا لما الاقي حاجه غير طبيعيه غير متشابهه مع الاخرين ابدا افكر واشوف الطبيب واستشيره. طيب اذا دي نقط دي عشان كيف نكتشف اذا جاله اولا نزلات معويه متكرره. تمام يا دكتور. نزلات والتهابات برضه رئويه متكرره او جيوب انفيه مش تحسسيه ميكروبيه متكرره، او التهاب في الاذن الوسطى متكرر. او كرات الدم البيضاء بعمل وصول الدم كده فطلعت كرات الدم البيضاء مش معدلها الطبيعي، او الصفائح الدمويه مش معدلها الطبيعي. ده كلام مهم قوي ويخلي الطبيب وينبه الام والاسره ويبدا يبحث عن هذه الاسباب وكيفيه التعرف عليها وازاي يتخطاها، واذا كان فعلا في نقص مناعه ازاي او ضعف مناعه يقدر ازاي يتعامل معاه. طيب احنا يا دكتور ترشف دخان العظم عشان يكون الخلايا المناعيه. طيب احنا عرفنا ان الطفل ده عنده نقص مناعه او شخص كبير عنده نقص مناعه، ازاي نقدر نزود مناعتنا؟ لان زي ما حضرتك بدات في المكالمه ان احنا بنقرا كتير على المواقع السوشيال ميديا واحنا بننساق قوي وراء البروتوكولات العلاجيه وبنجيب وبننزل ونروح نجيب فيتامينات ونجيب اكلات معينه علشان دي هتزود مناعتنا، هل ده صحيح؟ لا، الحقيقه ده فيه مبالغه شديده وفي كمان يعني عدم دقة. ده ايه بقى؟ ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الارضية خلقها متكاملة، يعني الاكلة دي تكمل الاكلة دي. فاذا انت لو اكلت الاكلات الطبيعية الخضروات والفواكه تمام البروتينات اللي ربنا خلقها دون العبث بها، وما نقعدش نقعد في حاجة اسمها سوء التغذية في عائلات كبيرة. ايه سوء التغذية؟ يقعدوا ينقوا اكلات هي اصلا حاصرين نفسهم عليها نواشف حاجات معينه ما فيهاش الفيتامينات ولا فيها المواد المضاده للاكسده، وبالتالي دول بيبقى عندهم سوء تغذيه نوعيه مش نتيجه الفقر ولا نتيجه قله الاكل، انما بياكل مواد نوعيتها مش كويسه وغير ملائمه وغير مساعده ما فيهاش اي فايده. لازم بقى ناكل. ربنا لما خلق الاكلات للفقير والغني اداله الفرصه من الاكلات اللي موجوده الطبيعيه تمام والمواد اللي صنعها الذي يعني احسن كل شيء خلقه. ربنا لما خلق الحاجه خلقها بحكمه وعارف ازاي تتكون وازاي تتحط مع بعضها وازاي تفيد. فاحنا ناخد الاكل الطبيعي الذي خلقه الله بتكامل ودون تمييز واللجوء الى احاديه الاكلات التي في الاخر تؤدي الى ما يسمى سوء التغذيه. سوء التغذيه بقى اللي هو زي الحروب والمجاعات، ها دي عمليه ثانيه خالص. الانسان ظالم لاخيه، الانسان هو ظالم لنفسه فبيعمل حروب ومجاعات، فيجي بقى سوء التغذيه ده يقلل الاجسام المضاده ويخلي جهاز المناعه غير قادر على الدفاع عن نفسه. وانت تشوف المرضى اللي بتوع الحروب ليالي الحروب تعد ضلوعهم والعضلات ضعفت وضمرت وحالة يعني مجرية. صحيح. وليتقوا الله في أنفسهم وليتقوا الله في الناس كلها، هذا أول حاجة. الحاجة الثانية بقى أنت تاكلي الأكلات الطبيعية المتكاملة هتاخدي احتياجاتك، لأن ربنا لما حطها بمقادير تجعلها مناسبة للجسم، هذا أول حاجة. زيادة الفيتامينات تؤدي إلى أمراض زي نقص الفيتامينات. هو اوعى تفتكر ان زياده الفيتامينات دي حاجه حلوه. لا، في امراض بتيجي من زياده الفيتامينات. هي ثقافه يا دكتور، يعني احنا ما بناكلش خضروات نعوض بالفيتامينات نعوض بالادويه. ده يا استاذه الاكل السريع ده والوجبات السريعه دي صحيح، يعني دي لا تؤخذ الا في الضرورات.
انا ما بعتمدش اخلي عيشتي كلها على الحاجات دي لانها شويه فايبر على شحومات على تمام إيه؟ ونقص الفيتامينات والمواد المضاده للاكسده هيبدا تديك سوء التغذيه اللي قلنا عليه. الحاجه الثانيه بقى وده الاهم. تمام يا دكتور اتفضل. في سايد انا إيه عارفه لما كانوا بيقولوا لنا على كراسه المدرسه ارسل يديك قبل الاكل وبعده. صحيح. اغسل يديك قبل ان تدخل دوره الميه وتطلع من دوره الميه. لان في عدوى بتيجي عن طريق الايد مع دوره الميه، دي مهمه جدا. صحيح. كام ميكروبات انتقلت نتيجه عدم غسل اليدين بعد قضاء الحاجه. شويه ثقافات كده يا دكتور محتاجين نغيرها. انا بشكر حضرتك جدا. يا استاذه بس عشان سريعا يا دكتور اتفضل. الناس ثماني شغاله على ان هي العيل او الانسان اللي عنده شويه رشح متخيلهم ان هم دول نزلات برد وان هي دي طاقة مناعه. صحيح. هم بالجبنه والواد ده ما عندوش مناعه خالص، ده كل نزلات برد شغال عليه على طول. ده ساعات كتيره قوي دي بتبقى نتيجه حساسيه الجهاز التنفسي في الانف واللي بتيجي بالرشح والعصب. تشبه الزكام وتشبه نزله البرد الفيروسيه وكل ده ما بتقعش منه طول السنه. ما فيش فيروس يقعد طول السنه. ما فيش نزله برد هي بتاخدها اسبوع 10 ايام وتنتهي. اذا استمرت اكثر من ذلك نبحث. شكرا ليك. شكرا ليك يا دكتور. بشكر حضرتك جدا. انا بس عايز الناس كمان حاجه واحده اخيره انه بلاش الجري وراء بروتوكولات. صحيح. نام كويس. مارس رياضه كويس. اعمل بيئة سليمة حواليك، نظف بيئتك المنزلية. صحيح. والخارجية. ما تعملش مواد ملوثة وترجع تقول أنا عايز أرفع جهاز المناعة. صحيح. فنحافظ على بلدنا ونقوم بالنظافة. نعم. النظافة من الإيمان وهي العنصر الأساسي، النظافة الشخصية والنظافة المجتمعية. شكرا ليك لكل هذه النصائح يا دكتور. بشكرك جدا أستاذ الدكتور الدسوقي فودة مدير مركز المناعة وأمراض الحساسية كلية الطب جامعة الأزهر. بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. معانا خبر خاص بالتقاء وزير الشباب والرياضة بعدد من أعضاء برلمان الشباب من محافظات الجمهورية في إطار اللقاءات التي يعقدها مع أعضاء برلمان الشباب الفائزين في الانتخابات. وكان اللقاء تحت شعار كن قياديا كن مؤثرا. تفاصيل أكتر احنا معانا عبر الهاتف دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. اهلا بحضرتك يا دكتور معانا. خلينا ناخد من حضرتك فكره عن برلمان الشباب واهميته وايضا الهدف منه. مهم جدا، يعني هو تاهيل كبير لشباب مصر ونموذج محاكاه قوي جدا للمجالس التشريعيه في مصر، سواء مجلس النواب او مجلس الشيوخ او الاداره المحليه او ما يعرف بالمحليه. هذه اللقاءات يمكن ده اللقاء الرابع هيعقد اليوم ان شاء الله بمركز التعليم المدني. التقينا مع كل الشباب الفائزين في برلمان الشباب في محافظات الجمهوريه المختلفه. ده بيجي في اطار حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه بالالتقاء مع الشباب للاستماع ليهم واهتمام بافكارهم وارائهم كخطوه نحو النضج والوعي الفكري في ظل توجه الدوله المصريه نحو بناء الشخصية المصرية، وده كمان بيأتي في إطار استراتيجية الدولة التي تهتم ببناء الإنسان وكمان وفقا لرؤية مصر 2030. طب أهميته يا دكتور، يعني أهمية برلمان الشباب في هذا التوقيت؟ مهم جدا إن يكون الشباب عنده نضج ووعي فكري وسياسي كبير. صحيح. كمان بيهتم باطلاع الشباب على نماذج الحياه السياسيه وكمان مشاركتهم زي ما قلنا كنموذج اول لمحاكاه مجلس النواب، وكمان تعتبر تجربه واقعيه بيمارسها الشباب لمعرفه كيف تعمل السلطه التشريعيه واليات عمل مجلس النواب. وكمان احنا بنعتبر بنعد يعني نواب قانونيين وقيادات شابه واعيه تتماشى مع فكر الدوله المصريه. نعم. طيب كيف تمت الانتخابات لبرلمان الشباب طبعا في ظل الجائحة اللي العالم كله بيمر بيها وهي جائحة فيروس كورونا؟ كانت تجربة جديدة ورائدة وناجحة. الحمد لله لما تمت الانتخابات تمت بشكل الكتروني وبمنتهى الشفافية. كان في حوكمة كبيرة لهذه الانتخابات والتي تمت في محافظات الجمهورية على عدد من المراحل.
برلمان الشباب يعتبر من اهم المشروعات اللي بتنفذها وزاره الشباب والرياضه واللي بتقدمها لشباب مصر في اطار تاهيلهم السياسي الكبير نحو حياه سياسيه بتعيشها مصر حاليا، حياه ايجابيه، حياه مثمره. الهدف منها هو زي ما قلنا اعداد قيادات شابه للمستقبل. طيب هل في يعني تفكير في ان يحضر برلمان الشباب او اعضاء برلمان الشباب بعض من جلسات مجلس النواب او كمان مجلس الشيوخ؟ ده اكيد يا فندم. خلينا نقول مجلس النواب هو بتجربته الجديده اللي بتنفذها وزاره الشباب والرياضه كنموذج محاكاه متكامل. على فكره يعني كمان هو ان شاء الله هيبقى فيه حضور في عدد من النواب حضروا لقاءات السيد الوزير بالشباب في المراحل الماضيه، والنهارده كمان هيبقى في احد النواب حاضرين في لقاء وزير الشباب والرياضه باعضاء برلمان الشباب. اذا هناك تواصل دائم ومستمر مع مجلس النواب من خلال حضور كمان اعضاء مجلس النواب لهذه اللقاءات. كمان هناك لجان تم تشكيلها بشكل كبير، تمام، هي نفس اللجان اللي بتتم تشكيلها في مجلس النواب. هل حضورهم هيكون للاستماع فقط ولا ممكن يعني مناقشه اي قرار ممكن يتاخد؟ والله هو في دراسه شامله لهذا الامر سواء للاطلاع او للمشاركه، عشان احنا بنعد زي ما قلنا جيل جديد قادر على العطاء، قادر صحيح. على انه يكون عنده فكر سياسي ايجابي بشكل كبير جدا، فكر متطور يقدر من خلاله انه يقدر يغير الاطار الفكري والصوره الذهنيه لمختلف الشباب وكمان مختلف يعني داخل المجتمع المصري بجميع فئاته. صحيح. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، بشكرك دكتور محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزاره الشباب والرياضه، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. مشاهدينا هنروح ناخد فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم، خليكم معانا.